خدنا في الجزئية اللي قبل كده ازاي نعمل ديزاين للساين ان. دلوقتي هناخد ازاي نعمل ديزايننج ساينينج اوت بي اتش بي بيج اللي هي صفحة الخروج عن طريق يوزنج اكسبريشن ويب. هنستخدم برنامج الاكسبريشن ويب. ذا ايديا اوف ساينينج اوت بيج، الفكرة في صفحة ساين اوت انها ديبندس اون سبيشالايزنج نال، انها تعتمد فكرة صفحة تسجيل الخروج على تخصيص القيمة نال للفاريابل اللي هو اسمه السجن واليوزر نيم، وإعادة التوجيه للصفحة الرئيسية index.php، وهو ده اللي بيظهر عندنا في الكود اللي قدامنا. أبنائي وبناتي الطلبة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى انبسطت خالص إن أنا قضيت معاكم وقت ممتع. معكم مس جيهان عبد الملك، مدرسة الكمبيوتر بالمدرسة المرحلة الثانوية. شكرا لكم.